حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. نحن نمتلك الكثير من البدايات التي يمكن من خلالها أن نجدد أنفسنا وأن نمنحها فرصة أخرى لشعور جديد، لفكرة جديدة ولأرض جديدة. فكل بداية تستحق نوايا جديدة. البدايات في كل وقت، ليس في الصباح فقط. البداية هي الآن، هي اللحظة التي قررت فيها أن تبدأ وأن تستجمع فيها عزمك. من أجمل القواعد التي قيلت في إدارة الذات: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. وعندما نطالع سير الأنبياء والمصلحين سنجد أن نبينا موسى عليه السلام يرمى في البحر وهو رضيع، وأن نبينا عيسى عليه السلام يأتي للحياة وقد أحاطت بولادته الشكوك والظنون، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تتلقاه الحياة باليتم وصعوبة العيش. وكأنها رسالة بأن البداية المؤلمة في الغالب إذا استمرت جيدا فإنها ستعطي نتائج مشرقة لا محال. ومما يلاحظ أن نقطة البدء ليست هي القضية الأساس، فليس عيبا أن تبدأ فقيرا أو تكون متواضعا، العيب هو أن لا تبدأ فتظل كذلك يخنقك التحسر. كان دينكينز من أعظم أدباء إنجلترا. سجن والده فترك المدرسة ليعين أمه على العيش. بدأ بداية مؤلمة حسب رؤيتنا الضيقة بالحياة، ليس فيها أمل أو انفراج، ولكنه غدا أديبا يشار له بالبنان. هل تعلم عزيزي المشاهد أن شجرة الصنوبر تثمر في 30 سنة، وأن شجرة الدباء تثمر في 2 أسبوع فقط؟ فتقول لشجرة الصنوبر أن الطريق التي قطعتها في 30 سنة قد قطعتها في 2 أسبوع. فيقال لشجرة ويقال لك شجرة، فتجيب الأخرى عليها وتقول: مهلا إلى أن تهب رياح الخريف. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. من أروع حكم الحياة أن العبرة ليست بنقص البدايات وإنما بكمال النهايات. وهذه البدايات تحتاج إلى التوفيق. وقال أهل العلم عن التوفيق: ما نزل شيء من السماء أعظم من التوفيق. فالإنسان محتاج إلى التوفيق حاجة ضرورية، إذ لا يتم شيئا في الدنيا إلا بالتوفيق، ولا يدرك الإنسان مطلوبا إلا بالتوفيق. ويقول سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام: الشيء الذي لا يستغنى عنه بحال من الأحوال هو التوفيق. ورحم الله من قال: فالعذر في كل حال أنني في الوصف محتاج إلى التوفيق. لكن ما معنى التوفيق الذي هذه منزلته وهذه مرتبته؟ يقول الإمام السمعاني رحمه الله: والتوفيق من الله هو التيسير والتسهيل والمعونة. وقبل الختام: أنت لله فلا يأخذك أحد بعيدا عنه. شكرا لكم على حسن المشاهدة، ونلقاكم بحلقات أخرى، وإلى اللقاء.